السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويا أهلا وسهلا. اليوم راح نشوف الفرق بين السماد العضوي الجديد والمتحلل نوعا ما وكامل التحلل. طبعا دائما اللون الأخضر هذا اللي هو الجديد، والبني هذا المتحلل نوعا ما يعني ولكن لم يكتمل، وأيضا يوجد لون أغمق منه اللي هو كامل التحلل. طبعا أخذنا عينات، هذه العينة الأولى، هذا الجديد وهذا التحلل فيه تقريبا إلى 70-80%، وهذا كامل التحلل. لاحظين الفوارق؟ طبعا أساس السماد هذا وأساس السماد هذا كله نفس هذا السماد. احنا نخمره ونقلبه هنا ونعمل له كمر هوائي ونرشه بالماء بين فترة والثانية ونعمل له تقليب زي ما انتم شايفين الآن الشيول يعمل. إذا انتهى راح يأتي هنا ويبدأ بتقليب السماد مرة أخرى. أيضا لابد من سماد بادئ من أجل البكتيريا أن تعمل بشكل جيد. الآن تلاحظون السماد اللي هنا ما فيه أي ماء تقريبا، مجرد سماد فقط. لما يقلب راح بإذن الله يبدأ في التفاعل، راح يصبح حار جدا. تلاحظون الألوان هنا كيف فارقة، أيضا هذا الرمل لأنه أساس الأرض هنا رملية. إن شاء الله سبحانه وتعالى تكونون استفدتم.